قلب العاصمة يوم الخميس الماضي، اليوم غرب العاصمة والأحياء المكتظة كثيرة في غرب العاصمة الملاصقة للعاصمة التونسية. الغطاء القانوني بالنسبة لقوات الأمن هو قانون مكافحة الإرهاب. هذا القانون يمكن القوات الأمنية من صلاحيات واسعة من حيث الملاحقة والإيقاف وعملية الدعم، وبكل تأكيد أن التعاون الأمني أيضا مع الأجهزة الأجنبية وخاصة دول الجوار بالأساس الجزائر سيمكن الأجهزة الأمنية يعني من الوصول إلى العناصر أو أيضا تحديد البواقع التي يمكن أن تدار منها هذه العمليات. بكل تأكيد الجهاز الأمني والمؤسسة العسكرية ستكونان يعني في صدارة الإدارة السياسية صح التعبير لهذه المرحلة. الطرف السياسي سيتراجع إلى حد كبير أمام ما يحصل. نعم، سنكون في متابعة. أشكرك جزيل الشكر دكتور منذر ثابت أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا عبر الهاتف من تونس.